والاعتماد على المدرسة الجزائرية. صابر خليفة ثم المحاولة والهدف. عبد المؤمن جابو، نحكي على الكرة الجزائرية وعبد المؤمن جابو يفك العقدة متاع دفاع نادي حمام الأنف ويفتتح النتيجة بعملية فنية ممتازة. عبد المؤمن جابو، شوفوا الكرة الأخيرة، الترويض من عبد المؤمن جابو والرجل اليسرى الحاسمة للدولي الجزائري بعد الامداد الاخير من صابر خليفة، وبرد الدم وتركيز كبير ودقة في التسجيل للدولي الجزائري عبد المؤمن جابو. هدف مقابل صفر.